أيها المسلمون الواجب المتحتم والفرد اللازم على أجهزة الرقابة التي يتولاها ولي أمر المسلمين هامش المسؤولية ولاها ولي أمر المسلمين هذه المسؤولية أن تتقي الله جل وعلا وأن تبذل جهدها في الرقابة المسلمين وأن تحاسب كل جهة مسؤولة عن كل مشروع محاسبة متناهية الدقة في الجليل والحميد لأدلة باذلة أو ترقيب والمساءلة في كشف الحقائق وإظهار مواضع الزلل والخلل والفساد حاسب النبي صلى الله عليه وسلم أرسله على الصدقة فلما قدم قال هذا لي وهذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال الحضارات المتقدمة بما يسمى بالبيدري من أين لك هذا وهذه سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا ما فيه من الآيات والبيان أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والشافعي وغيره من كثير وحاكى بنا بدعي ذلك
فلم يثبت عيدها ليلة نصا واعتبر ولو عينت صح ذلك فالاحتمال به التخصيص بقربة على أصل الشريعة كما أوضح ذلك غير واحد من أهل العلم فتقرب بما ثبت به بالدليل على المعصوم صلى الله عليه وسلم وتجنب الآتي فالأمل بسنته صلى الله عليه وسلم هو سبيل الفلاح والسعادة للدارين ثم إن من أفضل الأعمال وأزكى عندك اليمين كلك على الصلاة والسلام والإكثار من ذلك على النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى